في القاهرة نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ندوة تحت عنوان الانتخابات حق واجب القيام به. لا يتعاون معك إلا من يحبك ويريحك وتجد فيه من يحبك. مثلما يستمع رعايا الكنيسة إلى العظات التي ترشدهم وتعينهم على استقامة حياتهم، يستمعون الآن إلى دعوة روحية تحثهم بقوة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المزمعة أوائل الشهر المقبل. الدعوة التي وجهها الأسقف العام تربط بين ضرورة الحق في المشاركة في التصويت ومكانة مصر التاريخية والحضارية وبوحدة البلاد الجغرافية والسياسية الضاربة عميقا في جذور التاريخ، هذا بالإضافة إلى ما يحيط بها من تحديات تعيشها البلاد في الظرف العالمي الحالي. ربنا خلق كل واحد وكل واحدة فيكم له حرية وله إرادة يختار ما يشاء وفق مشيئته. يعني إيه؟ عايز المرشحين الموجودين أربعة، تختار اللي انت عايزه زي ما انت عايز، وكل انك بتنزل ده حرية تعبير، بس في نفس الوقت في نصيحة مين اللي تختاره. وعشان كده علشان اختار حد ما اختارش بناء على كلام حد، لا انا بتكلم على ارض الواقع. المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي رحب بمنافسة المعارضة الوطنية وبدورها في دعم الديمقراطية، كما استدعى مفهوم المواطنة الذي جسده البابا شنودة بمقولة مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا. كما يرى المركز في توجيه الدعوة للمواطنين في الخارج والداخل رسائل مهمة. النهاردة أنا نازل الانتخابات وعندي مرشحين، كان قبل كده بنزل الانتخابات وعندي استفتاء يقول أو لا يعني. فطبعا دي رسالة لكل واحد موجود في مصر، ومصر بلد كبيرة، ان لابد انك تنزل وتدلي بصوتك. الكنيسة تؤكد على ان مصر هي النموذج الكلاسيكي للدولة الثابتة، دولة في حاجة ماسة الان الى توحيد الصفوف والى تحكيم الضمائر لمصلحة الوطن. حينما تنطلق الدعوة إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من دور العبادة كهذه، فإنها تؤكد على الحق والواجب، الحق الذي يكفله الدستور، حق المشاركة في الانتخابات لجميع أبناء الشعب المصري. أما الواجب فهو على كل مصري يريد أن يرى بلاده بالصورة اللائقة. من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، محمد جمال، النيل للأخبار.